الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة منها لا يشقى بعدها أبدا. نسأل الله أن يجعلنا ممن تصيبهم نفحات هذه الأيام الطيبة المباركة. وأي نفحات أفضل من نفحات هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله عز وجل من يوم عرفة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. في هذا اليوم يباهي رب العزة عز وجل بعباده المؤمنين الواقفين بعرفات الملائكة: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. فهو يوم غفران السيئات وعلو الدرجات واستجابة الدعوات، ليس للحاج وحده بل للحاج ولغير الحاج. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فعلى الحجاج في هذا اليوم العظيم أن يكثروا من الذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بالرضا والقبول. وفي هذا اليوم متسع عظيم للحجاج ولغير الحجاج. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة، وهو بالطبع لغير الحاج، إذ الحاج لا يصوم يوم عرفة، إنما الصيام لغير الحجاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فيستحب في هذا اليوم العظيم أن نكسر جميعا من الذكر والدعاء. ولحجاج بيت الله عز وجل نقول: إن الله عز وجل قد دعاكم واختاركم فلبيتم النداء والدعاء، فأبشروا، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خرج يؤم هذا البيت حاجا أو معتمرا كان مضمونا على الله عز وجل إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده رده بأجر وغنيمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق ولم يجهل ولم يصخب رجع كيوم ولدته أمه. وفي هذا اليوم في يوم عرفة كان فضل الله عز وجل بنزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كانت هناك أيام هي أيام الله، أيام الرحمة، أيام الرضا، أيام المغفرة، ففي مقدمة هذه الأيام يوم عرفة. ما من يوم أفضل عند الله عز وجل من يوم عرفة. ومن هذه الأيام الطيبة المباركة خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فإذا جاء يوم عرفة يوم جمعة فقد جمع الله الخير كله للحجاج والمعتمرين ولسائر العالمين ولكل المسلمين والمؤمنين والموحدين وللإنسانية جمعاء.
مما ينبغي معه أن نكسى في هذا اليوم من الدعاء والذكر والتضرع إلى الله عز وجل ورفع أكف الضائعة، ومما نوصي به الحجاج جميعا، ونوصي به الصائمين، ونوصي به المؤمنين، ونوصي به الموحدين، ونوصي به الذاكرين، ونوصي به كل من يلتمس الخير والبركة في هذا اليوم العظيم. ادعوا الله جميعا أن يعم السلام الإنسانية جمعاء، ادعوا الله عز وجل أن يرفع عن البشرية الحروب والكروب والأوبئة والجوائح، وأن يرزقها الأمن والأمان. ادعوا لأوطانكم، ادعوا لأهليكم، ادعوا لأنفسكم، ادعوا للإنسانية جمعاء. هذا وقت استجابة الدعاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله عز وجل إلا استجيب له بإحدى ثلاث: إما أن تستجاب له دعوته، أو أن يدفع عنه من السوء مثلها، أو أن تدخر له ليوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي كريم، إن الله عز وجل حيي كريم، يستحي أن يرفع العبد يديه إلى السماء فيردهما صفرا خائبين. قالوا: إذا نكسر يا رسول الله، أي نكسر من الدعاء. فقال لهم: ما عند الله أكثر، أكثر وأعظم، اسألوا الله عز وجل. ومن مفاتيح الدعاء أن تبدأ دعاءك بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تختم دعاءك بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الصلاتين ويرد ما بينهما. وقالوا: إن لله عز وجل ملكا موكلا بمن يقول: يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فإذا قال العبد: يا أرحم الراحمين، قال الملك الموكل: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل. يا أرحم الراحمين، نسألك في هذا اليوم العظيم أن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تجعلنا في هذا اليوم من المقبولين. اللهم اجعلنا في هذا اليوم من المقبولين، ولا ينصرف عنا هذا اليوم إلا بذنب مغفور، وعمل متقبل مأجور، وتجارة في سبيلك لا تبور يا رب العالمين. اللهم عجل برفع البلاء والوباء عن البشرية جمعاء. اللهم عجل بإنهاء الحروب التي تنهك البشرية، واجعل حياتنا أمنا وأمانا. اللهم اجعل حياتنا أمنا وأمانا، سلما وسلاما، وسائر بلاد العالمين. ولا يفوتنا في هذا اليوم العظيم أن نشيد بالجهود التي تبذلها شقيقتنا المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يتم هذا العام بكل خير على الحجاج وعلى البشرية جمعاء. وكل عام وأنتم جميعا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.